طبعا. الفقرة دي هسألك أسئلة سريعة وهتجاوبني عليها، هتكون إجاباتك من اللعيبة المحلية. أفضل مدرب في مصر حاليا بالنتائج بنتائج مصري كابتن من وجهة إيهاب جلال. نظرك مين أحسن لعيب بيعرف يلبس يلبس ستايله بيعجبك؟ لا كتير. هنقول اسم لعيب. أقول لك اسم لعيب أنا، بسام. بسام بيعجبك؟ يعني على الهادي كده زي كده بس. طيب مين اكتر لعيب شايف ان دمه خفيف؟ احمد سمير. عندنا مين من اللعيبه عصبي جدا وممكن يتصرف تصرف جنوني ممكن يعمل هو كده؟ مش عصبي، هو ايده تقيله. عمرو السليه ايده تقيله قوي يعني. ايده تقيله تقيله يعني. هو جربتها شكل جربتها كده طول المعسكرين بتضرب مني. انا ما بعملش حاجه غير اني بتضرب من عمرو السليه. ليه هو ما تفهميش، هو عايز يضربني ما تفهميش، ما عملتلوش حاجه. وشك مستفز بالنسبه. انا مش عارف هو وحشني يا مهند. ايه يا عم في ايه؟ طيب مين بيحب يسمع اغاني باوضه اللبس بصوت عالي؟ ممكن جباسكي. مين اسرع واحد في الملعب حاليا في مصر؟ معرفش، ممكن كريم طارق جون. احسن واحد بيعرف يتكلم في الانترفيوز؟ انت محمد بسام. هو فعلا متكلم جدا. حاجه دي تفرح ما شاء الله، حاجه تفرح فعلا. اكتر واحد كاريزما؟ كاريزما اكيد مش خالد سطوح. ده اي حد غير خالد سطوح يا كابتن؟ ما هو خالد سطوح يعني اكيد، أكيد مش خالد. اهو بتغلط لوحدك لانه محترم خالد. كاريزما ممكن اقول لك انا سلي كاريزما.